معنا عبر الهاتف دكتور وهيب إبراهيم هارون. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك أخي الكريم ومرحبا بالإخوة والأخوات المشاهدين. أهلا بك دكتور. يعني الوضع الصحي الآن ربما تأتينا اتصالات كثيرة، ويعني هناك قلق حقيقي من الوضع الصحي في السودان، خاصة في ظل وباء كورونا، عودة الانتشار في عدة مناطق، هناك حالات وفيات متزايدة وإن لم تظهر في الإحصائيات، لكن على الأقل من المشاهدات الميدانية ونقولات الأهالي. أيضا دخل عندنا المتحور أوميكرون وقرار السودان بمنع مجموعة من الدول أو مواطنين مجموعة من دول في جنوب القارة من دخول السودان. دكتور، ما هي النصائح التي يمكن أن توجهونها للمواطنين بخصوص هذا الوباء؟ نسأل الله أن يقي الكل شر هذا الوباء. وطبعا يعني النسب الآن حسب بالمركز القومي للمعلومات بالنسبة لموضوع كورونا، الإصابات جملة الإصابات يعني الآن بلغت 47,056، كذلك عدد الوفيات 3,114. طبعا هذه النسبة العالية يعني تنذر عدد الوفيات، مثلا النسبة بتاعت عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان السودان اللي هم 44 مليون، نسبة الإصابة 0.09%، ونسبة الشفاء الحمد لله يعني بلغت 78% بالنسبة لحالات الإصابة، وعدد الوفيات 7.4%. في خلال 10 أيام الأخيرة زادت نسبة الوفيات، يعني في خلال أسبوع أكثر من 1,000 حالة. النصائح بالنسبة لكل الناس أنها يعني تتبع الإجراءات المعروفة في الوقاية، وأهمها لبس الكمامات. لبس الكمامات وبعد المسافة، وكذلك لكن دكتور الكمامة يعني دي ننصح الكمامة يعني يمكن الزول بيجد فيها يعني حرج في شرائها الآن، ظرف اقتصادي صعب. بالنسبة للرجال الشال ممكن يقوم مقام الكمامة، بالنسبة للمرأة الطرحة ممكن لو وضعت على الأنف والفم يعني تقوم مقام الكمامة؟ في حالة عدم وجود الكمامة ممكن يعني استخدام أي عازل، لكن الكمامة لأنها معمولة بمواصفات معينة يعني دخول هذا الفيروس إلى الحلق وإلى الفم وكذا، فالكمامة هي الأفضل. لكن زي ما قلت في حالة عدم وجود الكمامة ممكن الإنسان يعني يغطي بشال بطرحة بغيره، لكن الكمامة هي الأفضل. والوقاية طبعا الآن الناس إذا تمكنت من استخدام التطعيم يعني اتطعمت بالتطعيم الموجود، بالرغم من أنه يعني الحالة الجديدة دي طبعا يعني التلقيح او ما بيفيد كثير، لكن بخفف من الاصابه اذا جات. وطبعا اهم حاجه انه يعني يكون في فعلا ما يكون في طيران مباشر للدول اللي هي اللي بتقع في جنوب افريقيا كلها،
وسواء كانت الملاحة الجوية أو البحرية وكذا. لكن طبعا زي ما نحن بنعرف أن السودان بلد مفتوح، ونسبة لمساحاته الشاسعة وحدوده الكثيرة وكذا، فالناس عليها بالوعي. لا بد أن الناس تعرف أنه هذا الفيروس قد تحور وأصبحت نسبة الإصابة بتاعته عالية جدا، يعني خمس يعني بنسبة أعلى.